وخبأ عباده أولياءه في عباده، فلا تحقرن من العباد أحد فلعله ذلك الولي. أنت ما تعرف أولياء الله بين الناس، ما تعرفهم أنت، فتحتقر لك واحد وأنت ما تعرفه، قد يكون هو ذاك الولي اللي أنت ما تعرفه. فلا تحقر أحد، يعني كرامة الناس يجب أن تكون كرامة محفوظة. يعني تأمل هذا النموذج المثالي، التشائذة الدورة في أرقى الشعوب المتحضرة ما تلقى، لكن شوف الصورة النظرية، لا تحقر أحد، يقول لك قد يكون هذا اللي أنت تحتقره يجوز هذا ولي من أولياء الله. يعني تصور مقدار حرص الشريعة على تدريب الإنسان على السلوك الأخلاقي المهذب، لأن إحنا بأمس الحاجة إلى هذا السلوك، وإحنا بأمس الحاجة إلى هذا.